مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديدة. وما انت بتعمل ايه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر، انا عملت سيرش على مزارع جديدة وحددت بعض الاماكن اللي ممكن نشتري فيها. امال ايه مشكلة مصانعنا في دمياط؟ العمال عاملين يضرب ليه؟ 20% من العمال متأمن عليهم صحيا تبع التأمين الصحي الحكومي، و80% مش متأمن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكلة. لا مشكلة ولا حاجة، أمن عليهم تبع مستشفياتنا وعمل لهم خصم 50% على الدواء. ادي الناس تديك. أيوة بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركة. ده سوء إدارة. لما تبص في مرايتك يا فاروق أول ما تلمح علم عيبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو داريته هيبقى 1,000,000 عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي، ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر. بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني. المساحة تتحول ل 100 متر، إلا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر، وبالمرة أحجز لكم أنتوا أولى. إزاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزارة. ومش هينفع يتغير فيه. شت. مالكش دعوة بالوزارة، أنا أتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد، والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان القرارات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانيه خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الإزازة اللي ما بيننا، على الأقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ ست. ده بالنسبة لك، لكن بالنسبة لنا 9، وده أكبر دليل إني من مكانك ممكن تشوف الأمور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك ممكن تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسأل، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجه، في سياسه وفي اعلام وفي رياضه، بقى كله بيفهم في كل حاجه، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انت كم؟ انا اسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير، القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عامل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل.
مش ملاحظه انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقه، ما هو نهاري زي ليلي. على فكره الانسان طاقه، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتله. ابقى بالله. هي ايه الفتله؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو غيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت. عشان انت ما بقتيش انت. انا؟ انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا؟ يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك. ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعت لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها، ما يتسابش منها حته تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي؟ فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله، كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي، يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده، مش علاقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك؟ ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله وبس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقولي؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم، والله ده كتير. مش قوي كده يا نشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده احنا عايزينك معانا. الموضوع كبير قوي، مش معنى. لا ده انت عملت نجاحات كبيرة قوي، فت البلد والناس، ده علاوة علينا اسمك بسم الله ما شاء الله في العالي. والأهم من ده كله انك شخصية مش محروقة. الباشا مضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري بلعب بيزنس، السياسة دي مش لعبتي. صدقني الاثنين لعبة واحدة. البيزنس من غير سلطة تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومة من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشة اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطة عشان تحمي البيزنس بتاعك، والحكومة محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي أهداف حزبك الجديد يا باشا، لو ما عرفناش نعدلها نظبطها على عقيدها. وانت كمان زيها. الاي
انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انت ما تتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه.